استخدام النظام السياسي على مهاجمة بيت سماحة القائد الشيخ عيسى أحمد قاسم هو يأتي في سياق محاولة الانتقام وتصفية الحسابات مع هذا الرمز الديني الكبير الذي أثبت طوال تاريخ السياسي والنضالي إنه الضمان الأكبر لأمن واستقرار هذا البلد، وهو الضمان الأكبر لتحقيق المشروع السياسي، لا سيما إن تاريخ هذا الرجل الكبير تاريخ نضالي وسياسي، خصوصا من فترة السبعينات، الذي هو من الشخصيات الأبرز في المجلس الوطني وفي المجلس التأسيسي قبله، وامتد هذا التاريخ إلى اليوم، هو الذي يرفع راية المشروع السياسي بكل قوة وبكل عنفوان. فكان استهدافه الشخصي معنويا على طوال أكثر من 10 سنوات من خلال الإعلام المضلل، ومن خلال الآن الاستهداف المباشر، هو نتيجة فشل وعجز وإفلاس سياسي للنظام ومحاولة تحكيم الحل الأمني الذي ثبت فشله على طوال هذه السنين. ويبقى أن النظام بلا مشروع سياسي واضح، فلذلك استهدف هذه الشخصية الكبيرة من أجل حالة الانتقام ومن أجل الهروب ما يسمى إلى الأمام. ولكن سيبقى برغم ذلك كله الذي حدث، سيبقى سماحة القائد هو ربان هذه السفينة في هذا البلد، وهو الضمان الكبرى للشعب، كل الشعب في جميع مكوناته، لتحقيق النص وتحقيق المطالب المحقة لهذا الشعب الذي ضحى من أجلها وقدم الغالي والرخيص في سبيل هذه المطالب.